كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. المعجزة هي شيء خارق للعادة، يجريه الله سبحانه وتعالى تأييداً لنبي من أنبيائه، هذا معنى المعجزة. ولذلك سماها الله سبحانه في كتابه العزيز آيات، سمى المعجزات آيات لأن الآية معناها العلامة، وهذه المعجزات علامات على صدق أنبياء الله في دعواهم النبوة. وهذه المعجزات يجعلها الله سبحانه وتعالى لكل الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فكل الأنبياء تجري على أيديهم المعجزات، ومن حكمة الله أن يجعل المعجزات معجزات الرسول من رسله من جنس ما أبدع فيه قومه وأتقنوه، لأن ذلك أدعى إلى قبول الناس لما أرسل به ذلك الرسول، وأدعى إلى انقطاع عذر المكذبين به. فموسى مثلا عليه السلام بعث في قوم كان السحر فيهم شائعا وقد أتقنوه، فجاء بمعجزات أبهرتهم، حتى إن السحرة سحرت فرعون لما رأوا العصا تتحول تنقلب إلى حية عظيمة وتلقف ما يأفكون، وهو شيء خارق للعادة لا يفعله السحرة ولا يمكن أن يفعلوه. ماذا حصل منهم؟ أنهم آمنوا، بل آمنوا إيمانا عظيما وصبروا عليه حتى قتلوا وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. قوم عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام بعث في قوم كانوا قد برعوا في الطب وأتقنوه إتقانا كبيرا، فأجرى الله على يديه إبراء الأكمة والأبرص. الأكمة هو الذي يولد أعمى، وهذا أبلغ في المعجزة، أبلغ من رد البصر لشخص كان يبصر ثم صار أعمى. الذي يولد أعمى إرجاع البصر إليه يكون أعظم من رد البصر إلى من كان أعمى، لأنه لو رده إليه لقالوا كانت به علة وهو طبيب حاذق وعالجه، لكن الذي ولد أعمى ما يمكن لأي طبيب أن يرد إليه بصره. فأجر الله على يدي عبده ونبيه عيسى عليه السلام إبراء الأكمة وإبراء الأبرص وإحياء الموتى بإذنه تعالى. وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم في قوم بلغوا من الفصاحة مبلغا عظيما، فجاء القرآن معجزة عظيمة عجز فصحاء العرب أن يأتوا بصورة واحدة منه، أن يأتوا بمثل صورة واحدة منه. ولا يعني هذا الذي قلنا أن المعجزة لا تأتي إلا على هذا الوجه، يعني لا أنها لا تأتي إلا على الشيء الذي برع فيه قوم أولئك النبي من الأنبياء، لا 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 يلزم هذا، بل ربما تأتي المعجزة بطلب من قوم ذلك النبي. فقوم صالح مثلا طلبوا أن يخرج لهم من الصخر ناقة، وكفار قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق القمر.